هنا بقى انا عندي سؤال، والسؤال ده مش انا اللي هجاوب عليه، الصديق العزيز والاستاذ العزيز والمفكر العزيز الاستاذ مختار نوح اللي معانا على الهاتف، بعد ما رحب بيه ومسي عليه واقول له وحشني جدا يا استاذ مختار وتحياتي لشخصك الكريم. اهلا بيك استاذنا. العفو يا فندم، ده حضرتك الاستاذ الكل. انا سعيد ان انا اسمع صوت سعادتك يعني. اشكرك يا مختار بيجي، ده بس من ذوق حضرتك يا فندم. الله يكرمك. انا السؤال اللي حضرتك اريد انه تفكر بصوت عالي مع الساده المشاهدين في الاجابه عليه، انه احنا متاكدين ان مطلق الدعوات نفسها متاكد انها ستفشل، يعني مش بس احنا اللي متاكدين انها ستفشل، وعي المصريين خلاص اصبح واعي، والشوارع امبارح كانت خير دليل على فشل كل هذه الدعوات سواء السابقة او حتى اللاحقة اللي هتحصل، بس هو احنا متأكدين كمان ان مطلق هذه الدعوة سواء الجماعة او الرموز اللي بتطلق من خلالها زي محمد ده وحسين ومعتز ومش عارف ايه، انها ستفشل ومحكوم عليها بالفشل. السؤال بقى يبقى، ليه انا اعمل حاجة انا متأكد انها هتفشل؟ هو الوظيفة والتكليف. الوظيفة يعني والتكليف. الوظيفة والتكليف. يعني هم مبقين عليهم لغاية دلوقتي في تركيا وفي قطر علشان هذه الوظيفة وهذا التكليف، والضغط دلوقتي بالنسبة من تركيا ضغط على مصر عشان تتفاوض مع تركيا أو تتحاور. تمام. وبالتالي هي لازم تستغل، ويعني يوم 20/9 اختياره ده كان ليه؟ يعني اختياره ده مش من محمد علي. طبعا محمد علي بيأدي دور، ده المفروض ان هو ما يختارش يوم حد. صحيح، المفروض كده. صح، والمفروض يختار يوم ماتش مثلا اهلي وزمالك مثلا، حاجه زي كده مثلا. انما هو اختياره ليوم 20/9 وعدم تحديده الساعه لان الاوامر ما جتلوش، هو الضغط على مصر في هذا الوقت عشان مشروع منظمه المنتدى اللي هيتحول الى منظمه الخاص بدول الغاز الشرق الاوسط. ايوه، ودور مصر فيه ان هو ده نوع من انواع تحجيم تركيا اكتر. وبالتالي الضغط كان على اشده في الثلاث ايام او الاربع ايام الاخرانيين. حتى ان حضرتك كنت تلاحظ ان قناه مكملين وقناه الشرق بتشتغل 24 ساعه على مصر. صح. وقناه الشرق المفروض انها قناه اخباريه للعالم كله. فيروح منقي اي خبر كده ملوش معنى لامريكا ويروح بعد كده بقيه الاخبار كلها عن مصر. صحيح. فده ده دور موضوع، ولازم الضغط في اوقات معينه. الوظيفه والتكليف. ده تكليف. الوظيفه زي ما بنقول التوظيف والتكليف. هي الوظيفه كده ان صح. هو بيقوم بالدور ده. وبعدين هي المشكله ان هم بعد ما يكتشفوا اللي مشغلينهم مش هم، بعد ما يكتشفوا ان دول ما بقوش اصحاب اثر، اول حاجه هيعملوها هيحطوها في اول قطر بضاعه مشحون على مصر متربطين، يعني دي الحقيقه. هيبيعوه بالبلدي كده، هيبيعوهم. بس بالرخيص قوي. لان هم بيشكلوا عبء كبير جدا على الحكومه التركيه، منها ان اردوغان متحمل كلام المعارضه بصعوبه. وان المعارضه دلوقتي بدا يبقى تروج لمساله تحملنا كثيرا لمساندة وقت. صحيح. فحتى حتى مستشار أردوغان قال إن إحنا اكتشفنا في الآخر إن المعارضة غير مؤثرة، هو بيسميهم المعارضة. لكن طبعًا هم مش معارضة، لكن هو بيسميهم كده. هم مأجورين بس بيسميهم معارضة. نعم فندم. مأجورين لتكليف ووظيفة معينة بس هم بيسميهم معارضة. بس هو قال لهم إن المعارضة التي تبنيناها غير مؤثرة في الواقع المصري. طبعا. فأنا الأوان أن نمد أيدينا إلى مصر، والكلام كله دلوقتي على التفاوض والحوار بين تركيا ومصر. طبعا أردوغان مش عايز يعلنها صراحة، وإن كان قد أرسل بها خطابات من قبل وأعلن أن هناك تفاوض على مستوى المخابرات. التركيز بقى على أن يكون في نزول يوم 20/9 ده تركيز ورقة الضغط من أجل التفاوض، لكن نظرا لأن تفاوض علشان موضوع بتاع غاز الشرق المتوسط. بالظبط كده. المنتدى الذي تحول الى منتظم دولي. دي طبعا ليها ابعادها وليها احترامها. صح. وليها تحول. طب هنا عندي سؤال يا مختار بيه بعد اذن حضرتك، برضه له علاقه بعلوم السياسه بصفه عامه. لما اجي اعمل دعوه او اعمل يعني خطه معينه لاثاره الناس او للضغط زي ما حضرتك تفضلت عشان اعمل تفاوض في منطقه اخرى، الف ب
ان انا احسن اختيار السفير، احسن اختيار الرمز، لكن الحقيقه هم ما لقوش حد اسوأ من هذا الشخص اللي اسمه محمد علي ليكون سفير او رمز للدعوه الفشنكي دي. ما هي دي البضاعه الموجوده يا فندم، هنعمل ايه؟ هؤلاء الذين قبلوا، هؤلاء الذين قبلوا بتلك الوظيفه. هو الراجل عمل اعلان وظيفه اتقدم له 200 سوري مرتزق او 2000، اتقدم له 1000 مصري قابل لهذه المهنه، اتقدم له واحد ايمن نور على 5 عاصم عبد الماجد. هو ده البضاعه المطروحه سعادتك. ايوه مظبوط. فهو هيجيب منين يعني؟ يعني هو هيجيب منين؟ فهو بياخد من اللي موجود. واحد اسمه محمد علي اتقدم له، دي البضاعه الموجوده. ده احسن تعبير سمعته. نعم يا فندم، دي احسن، ده احسن تعبير سمعته، دي البضاعه الموجوده. ايوه يا فندم. وبعدين محمد علي اتسرق من ايمن نور في مبلغ كبير جدا، صح، وقرر الاعتزال ثم عاد وقرر الرجوع مرة أخرى. مظبوط. طب الاعتزال كان ليه؟ الاعتزال كان لأنه طالب أيمن نور بالفلوس اللي هو خدها. صح. فكما ترى سعادتك هو خلاف. لا واحنا عارفين طبعًا أيمن نور الجنيه يعني بيطلع بشهادة وفاة من جيبه. لا ده هو قال أنا عملت لك دعاية بيهم. واختلفوا مع بعض والأمر وصل إلى اللي مشغلهم التركي. أو المندوب، يعني المندوب اللي مشغله. مفهوم. وتتوسط عمرو دراج في إنهاء هذه الأزمة وفشل. رجع تاني الباشمهندس أو خريج التجارة، دبلوم التجارة، الفنان اللي هو مش فنان برضه، حتى ما بيعرفش يمثل. سعادتك لما بيجي يمثل إنه ثوري ما بيعرفش. ما بيعرفش يدي الدور حقه. صحيح. يعني أنا مش قادر أقتنع إن ده قلبه على مصر. وبعدين في واحد يدفع الناس المظاهرات وتاني يوم يقول لهم يا اولاد الكلب. هو يعني ما بيعرفش حتى يؤدي الدور. صحيح. ولا يعرف. حضرتك والله جبت المفيد لما قلت دي البضاعه اللي موجوده لديهم وما لقوش غيرهم يستخدموهم. وتاكد سعادتك ان في اي مره هيضغطوا على مصر مش هيلاقوا غير دول. زوبع وموبع وناصر والاخ معتز وبتاع. دول اللي برضه هم يعني اللي بيبكوا دلوقتي على مرسي، هم اللي كانوا بيتريقوا على مرسي قبل كده. صح. اللي بيتكلموا دلوقتي في انتقادات هم اللي كانوا قبل كده بيقولوا علاج مش عارف ايه. يعني هم ناس بيأدوا الدور بأجر عالي جدا. وانا لكن بدور يعني بأثر ضعيف جدا. وبشكل رديء. وبشكل رديء. وانا متفق مع حضرتك مليون في المية مختار بيه، انه قريبا جدا جدا كمان هذه البضاعة هترجع لنا، لانه فعلا المندوب هيبيعها بالرخيص واحنا هنعرف ساعتها ناخد حقنا منهم. وهيتحايلوا علينا عشان ناخدها يا فندم. هيتحايلوا علينا. والله مش هيقيدوا بيها، هيتحايلوا علينا عشان ناخدها. هيز. لانها هتشكل هم. ده كلام مظبوط. بشكرك شكرا جزيلا استاذنا الكبير والمفكر الكبير استاذ مختار نور.